من أجل التصدي للفقر، للعنف السياسي والعنف الاجتماعي، تأسست منظمة أمان للنساء. النساء في العراق يعانين من الفقر. فقط 12% من مجموع النساء يعمل حسب الإحصائيات المنظمات الرسمية، وهن يعمل بأجور قليلة بدون ضمان اجتماعي أو تقاعد. قسم كبير من العاطلات عن العمل يتعرضن للمساومة على أجساد مقابل الحصول على فرصة عمل. نسبة النساء اللواتي يعملن ويعيلن عوائلهن 10%، 80% منهم أرامل، وحين يخرج للمظاهرات والاحتجاجات يواجهنا بالعنف وبالتنكيل من قبل الحكومة وميليشيا الأحزاب. المرأة في العراق تعاني من العنف السياسي، من تربيع النساء، من تخويفهم، من الاختيالات. سعاد العلي، سارة طالب، ريهام يعقوب. لا عنف اتجاه ممارسة الحقوق الدستورية، حق التعبير عن الرأي. الأمان السياسي للنساء، منظمة أمان تؤمن بضرورة مشاركة المرأة السياسية، حق المرأة في التعبير بمختلف الأشكال عن قضاياها من أجل إحداث التغيير لصالح 20 مليون امرأة في العراق. لهذه الأسباب أسسنا منظمة أمان النساء. أسسنا المنظمة من أجل تحقيق الأمان الاجتماعي، بمعنى من أجل حياة خالية من العنف، من العنف الجسدي، من العنف النفسي، من أجل تحقيق السلامة الجسدية والنفسية للنساء، أن تكون حياتها وكرامتها مصانة. أسسها من أجل الأمان الاقتصادي، واللي نقصد به أنه المرأة عندها القدرة المالية، عندها دخل شهري، عندها فرصة عمل، أو عندها ضمان بطالة يوفر لها مصدر معيشة. الطالب أيضاً بأن يكون العمل المنزلي عمل مدفوع الأجر، أن يكون العمل الرعائي أيضاً عمل مدفوع الأجر. وأيضاً إضافة إلى الأمان الاقتصادي والأمان الاجتماعي، الأمان السياسي. إحنا نعرف أنه المشاركة السياسية لا تعني المشاركة فقط في الانتخابات، في التصويت أو في الترشيح. العمل السياسي والمشاركة السياسية معناها المشاركة في التظاهرات، معناها المشاركة في التجمعات، المشاركة في وسائل الإعلام الاجتماعي، التجمعات، الكتابة، مختلف الفعاليات اللي تعبر بها المرأة عن رأيها وحقها بالتعبير. فمن أجل هذه المطالب، من أجل هذا الأمان، أسسنا منظمة أمان النساء. ومعاناتهم من الفقر، واشتركت النساء
النساء العاطلات عن العمل من أجل مطلب فرصة عمل أو بدل بطالة. نريد أمانا اقتصادي. النساء في العراق يعانين من الفقر، ومجتمعنا ودولتنا لديها الكثير من الثروات الطبيعية. بالإمكان بإعادة توزيع الثروات بشكل عادل ومتساوي، أن لا يبقى فقير أو فقيرة في العراق. يعني الشاب إذا ما يقدر لا يشتغل ولا يقدر عنده وظيفة، يعني أكيد ما رح يقدر يبني حياة طبيعية، ما رح يقدر ممكن إنه يفكر بالزواج أو ممكن يعني حياته شو رح تكون. سيدة مها، يعني بالإضافة إلى كل ما ذكرتي، يجب أن تكون متساوية مع الرجل بالحقوق، هي من حقها أن تنضم مع المنظمة. كل امرأة تؤمن بأن العنف ضد النساء جريمة وتؤمن بحقوق المرأة وتدافع عنها، كل امرأة تسعى لتوحيد جهودها مع جهود أخواتها لإنهاء التمييز الجنسي ضد النساء، هي من حقها أن تنضم مع المنظمة. كل امرأة تؤمن بأن الاستقلال الاقتصادي هو خطوة جبارة لتحقيق استقلاليتها كإنسان. كل امرأة تؤمن بأن الاستقلال الاقتصادي هو شرط مسبق، من حقها أن تنضم مع المنظمة. سناريا علي، ديار ناصري، مها أحمد، هدى، منظمة أمان.